السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم مجددا بكورس الأخلاق الطبية. عم نتابع مع أخونا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن. كيف أخينا باسل؟ يا هلا يا هلا طلال. الله يسلمك يا رب. بنتابع باللي بدأناه بالحلقة القادمة، بدأنا بشرح أو مناقشة مبدأ العدالة، ضربنا أمثلة عديدة عن الموارد المحدودة بالطب. لما بيكون عندنا مشكلة إنه عندي عدد الموارد أقل من أكثر من الحاجة، ضربت مثال الكلى المزروعة، عندي 100,000 مريض عم ينتظروا كلى و25 فقط بينالوا كلى مزروعة هنا بأمريكا من كل سنة. ضربنا مثال عن الأسرة العناية المركزة، لما بيكون عندك عدد الأسرة 10 او 15 او حتى 20، بالنهايه بدك في عندك عدد المرضى اللي بدهم بحاجه عنايه اكبر من هذا الموضوع. ضربنا مثال ترياج سواء بالطوارئ سواء بالحروب. ضربنا مثال الكوفيد مثلا، بالذات لما يصير في كوارث وبدك، وكان اللقاح ما متوافر للجميع باول ببداياته، كيف صار توزيعه بشكل تدريجي. فأخينا باسل، كيف انا بدي، شو هي المبادئ او على اساسها شو انا بدي اعرف وزع الثروه اللي هي الموارد المحدوده؟ هلا في عدة موارد، هلا بدي ابتدي عدة طرق لتوزيع الموارد بشكل عادل. هلا بدي ابتدي الحديث باني اقول انه العدالة إلى أوجه عديدة، وعادة كلنا على الحق من جانبه بهذا الموضوع. يعني دائما فيك تشوف الموضوع من الزاوية الثانية أو بعدسة أخرى وتلاقي انه ممكن يكون صحيح. فالمهم بهيك حالة انه انت تكون مجهز حالك من الأساس، لما بصير عندك شيء تكون عندك أطر قدر الإمكان بتضمن عدالة لكل المستفيدين من هذا الموضوع أو المتضررين بالأذى اللي عم يلحق. هلأ للحديث، تفضل. طيب خليني اعلق على كلمتك. لما بتقول مجهز حالك، فانت عم تشير للمذهب النفعي اليوتيلترينزم، اللي هو اكت فيرسس رول، صحيح كلامي ولا غلطان؟ ممكن صحيح، هو نعم صحيح، ولكن إنه أنت مجهز يعني حالك حتى الاكت هو الارتجال، اني انا بنتظر المصيبه لتقع وبيجي انا بقرر على اساسها، انه ما انه لا لا تقول شو لا تقول موت لا ليجيك تموت الموت، ليجيك لا الموت. تموت ليجيك الموت. بينما لا، الصح هو الواحد يجهز حاله لسيناريوهات متوقعه، اني انا لو صار معي كذا بعمل كذا. فهذا اسمه الرول، اني انا بتطلع شو راح بستفيد من تجاربي السابقه وبحط قواعد بناء على تجارب السابقه. بينما الاكت انا باخذ القرار بوقته، ارتجال. والله العليم الصحيح هو الرول، اني انا بعمل القواعد مسبقه وبحطها وبطورها كل فترة وفترة، بستفيد من تجربتي. صحيح صحيح، وهي الرول مو ضروري تكون انه هي نفعيه او واجبه، المهم انه يكون في عندك شيء معين انت ماشي عليه. يعني ليس بالضروره تكون نفعي، ممكن انت تكون القاعده تبعيتك انه اخي انا اول واحد بيجيني راح ياخذه، فهذا تمام، نوعا ما واجب وليس نفعي يعني. او فهذا هي احد الاطر، بس طيب طالما انت عم تطبق الاطار اللي عم تعمله على الكل فهذا المهم انه دائما تحاول تساويه يعني. وطبعا مع مراجعات مستمرة طبعا طبعا لتطوير القوانين تبعك. وحاضرب لك أمثلة على فكرة خلال الحلقة. طيب هل التساوي يعني العدالة تعني التساوي؟ مو دائما في بقى، يعني التساوي هو الوجه او الـ يعني المنظور الضيق للعدالة. جميل. نعم، طيب هلا في مثال السور، أكيد نحن حكيناه ربما المرة الماضية أو حكيناه مرة بالنقاشات معك وأعيده. مثلا مثال السور هي الصورة الشهيرة، إذا في سور عالي، طبعا أنا ما فيني أحركه مشان ما حدا يقول لي والله شيل السور، وفي مباراة بالطرف الثاني في 3 أطفال عم يلعبوا على هذا، بده يتفرجوا عفوا على المباراة. فإذا كانوا أطوال مختلفة، طويل ومتوسط وقصير، إذا أنت أعطيته نفس الدعم للثلاثة، فأنت عمليا ظلمت القصير لأنه ما استفاد. بينما انت رفعت، انت اعطيت دعم اكبر للقصير، كلهم قدروا يشوفوا المباراة بنفس الوضع. هذا مع التساوي بس بنفس الوقت عدالة، صحيح؟ هو تساوي، تساوي ولكن بالفرص، تساوي تساوي بالفرص ولكن ما نوع عدالة بالنتائج، تساوي بالنتائج، بالنتائج. بالنتائج تماما. هلا هو هذا تساوي بتوزيع، نعم بتوزيع موارد. هلا الشيء الثاني انه عادة المساواة هي اسهل بالتطبيق، يعني انت بتريح راسك اخي، كل واحد بيطلع له واحد اثنين ثلاثة، او اللي اجى بالاول بياخذه الموضوع يعني للامر المتاح يعني. فاسهل لك كثير انه تطبقه، ولكن مو معناته انه هذا هو دائما الشيء الصح. طيب هل ما تماما هاي الحكي، انه هل فعلا انا بريح راسي بقول يا جماعه اللي بيسبق بياكل البندق مثل ما بيقول، اللي بيجيني اول بعالجه اول، وبس نخلص الموارد عندي، انا على الرقم 10 ما عاد عندي اسره، على الرقم 10 ما عاد عندي كلى، بطل بعطي مثلا. هل هيك انا بكون حققت عداله؟ انا طبعا طبعا في ناس هون، يعني في انا صدر نقاش الزملاء، انه والله من وجهه نظر الشخص يا اخي انا كطبيب
عم احكي عم عالج المجتمع كله. انا مو مهمتي، انا ماني طبيب خاص لفلان ولا علتان، انا طبيب للمجتمع كله. وحتى انت تطبق العدايه لازم تنظر للموضوع مو بس من ناحيه الطبيب، ولكن من ناحيه المريض ايضا، ولكن من ناحيه الاداري، من ناحيه رئيس المستشفى، اداره المستشفى، من ناحيه المجتمع كله. بدك تاخذ يعني هالاوجه كلها وتحاول تطبقها. عم نحكي مثلا على مثال مثلا الطوارئ، اذا انت ما عندك، اذا عندك مثلا 15 سرير وما عندك ثلاثة منهم بس مشغولين وعندك الباقي فاضيين، وإجاك مريض وإن كان مثلا بأعراض بسيطة ما بده شيء، تقول له ما في مشكلة خذ ما انت السرير عندك لأنه هو ثروة المتاح. هائلة، ثروتك صح هائلة. صح ولكن إذا أنت ما عندك شيء فأنت مضطر تخليه يستنى مشان الدور، يعني مشان السرير ومشان أنت كمان مشان تشوفه، لأنه إذا إجا شخص حالته أصعب فأنت يعني مضطر تعمله. هذا الشيء عادل يعني. هلا ممكن يقول لك هذاك انه بس انا جيت قبله على عيني وراسي، بس انت معك بحاجة نفس التدخل الطبي. فنحن طيب بنعمل هذا الشيء بشكل يومي بنسميه day to day ethics، ولكن ما بندخل عادة بهذا النقاش، ولكن بمضمونه هو أمر عادل. طيب جميل، معناتها نحن حسب انه نقول حسب الدور او التسلسل هو احد الوجوه اللي لازم تراعيها لما بيتساووا شخصين بنفس القيمه، يعني شخصين بحاجه لنفس الخدمه الطبيه وهنا وهن نفس الظروف تماما. فانا برايي او يعني الايثكس بتقول انه الدور او اللي بيجي ابكر هو اللي لازم ياخذ الحصه. تمام، في مثل كمان فكرة لازم نطرحها هون، أنت عم تقول إنه اللي بيوصل أبكر، إذا أنت بدك تعمق أكثر وتكون عادل أكثر ضمن مبدأ المساواة، هذا لازم تضمن إنه اثنيناتهم عندهم نفس الموارد، اثنيناتهم عايشين بنفس البعد عن المستشفى، اثنيناتهم عندهم وسيلة نقل، اثنيناتهم عندهم كل شيء، في حال تساوي كل هالشيء بوقت اللي بيوصل قبل طيب على عيني بينما وراسي. انت لما عم تحكي المبدا الطريقه الثانيه تحقيق العداله حسب الحاجه، انه الشخص اللي بيحتاج اكثر لازم تراعيه اكثر، وهذا الشيء طبعا مره ثانيه انا يعني ربما نحن اذا ناقشت اي انسان مهما قال لك انه لا هي الاخلاق الغربيه هي ما بتهمنا ونحن اخلاقنا غيرها، لا يا اخي والله عم نحكي منطقي وعادل، اللي بحاجه نفس اكثر الشيء مساعده لازم تساعده اكثر انت، وهذا الشيء كلياته بنعمله طبعا صراحه. صح طبعا ولا انا طبعا غلطان؟ نعمله وما بشكل نظلم، وما نظلم للشخص الاقل حاجه انه انت تتركه لانه هو ما له بحاجه مساعدتك كثير، بحاجه لمساعده بسيطه. صحيح. طيب احد الاوجه، خليني اقول لك انا عم بسالك، وهل هي فعلا تطبيقها، هل انا بنظر للشخص انه هو شو قيمته وشو قدم للمجتمع او شو ممكن يقدم للمجتمع، هل هذا منطق بالعلاج؟ ما رايك بهذا المحاكمه؟ هلا هذا احد الفاكتورز، او هي احد الاشياء ممكن انت تاخذها بعين الاعتبار، ولكن اذا انت اعتمادك الكلي على قيمته للمجتمع فهذا ممكن امر خاطئ. ولكن رغم كل هالشيء انا يعني كمان بدي اقول انه في بعض الحالات قيمه بعض الافراد هي بتخلي لهم الاولويه انه هن ياخذوا الفائده المعينه. اعطيك مثال، هات مثال. لما على سبيل المثال لما انطرح مرض لما طرح اللقاحات ماشي، فنحن ابدينا او بدينا الاطباء والممرضين رغم انه هن ممكن يكونوا اصحاء، لانه هن ضمن فئه المجتمع بيحتاج مشان يستمر. يعني اذا انت خسرت اطبائك وممرضينك وصاروا كلهم لقاحين بالمستشفيات وما عم يتعالجوا، فانت اذيت المجتمع كله. فقيمه الناس هي الاجتماعيه او العلميه او مكانتهم مركزهم، فانت اضطريت انه يعني انت تبديهم. بانقاذ طبيب واحد او تمريض واحد عم نعم تنقذ بعده عشرات الناس من خلاله، نعم او عشرات او مئات الناس. طيب اظن في مثال انطرح طرحت لي، انا سالتك مثلا هل ما القيمه الماديه للشخص، للشخص الاغنى خليني اقول بياخذ الخدمه الطبيه الافضل، هل هذا اخلاقيا مقبول هذا الكلام؟ هذا كمان نقاش كمان ممكن ناخذ فيه وقت طويل، بس بشكل مبسط كمان هذا ما لازم يكون العامل الوحيد اللي انت عم تاخذه. ولكن في الحياة العملية اذا اجاك شخص انت وبتعرفه مثلا هو متبرع وعم يعطيك مثلا 10 ملايين دولار بالسنة لهذا المستشفى، فانت لحالك يعني بدك تقول من واجبي اني اعطيه او قدمه على غيره في حال تساوت الظروف الثانيه، في حال طبيا هو والشخص الاخر متساويين، بدك تقدمه لسبب انه انت بتعرف ابقاء هذا الشخص على الحياه رح يستمر بمورد للمستشفى، يعطيك انت تحسن تعالج فيه مئات المرضى غيره، بينما الشخص الاخر ممكن في حال تساوت الامور الطبيه وتساوت الامور كل شيء يعني، فقط هذا هو العامل المرجح،
يعني للأسف طبعا يعني طبعا هذا طبعا احنا الشيء. ما عم نحكي بمشفى خاص انه واحد عم يدفع من جيبه حق العلاج، طبعا نحن نحكي بمشفى عام، والحق والخدمه مقدمه مجانا اصلا، او مقدمه بسعر يعني رمزي او محدود للجميع. ما بمعنى اخر انه طبعا هذا مو عامل مهم، انا عم احاول اطرح كل العوامل اللي بتنذكر بموضوع الجاستس صراحه. طيب ماذا عن الوضع الاجتماعي السوشيو ايكونوميك بيسموه، اني الناس الفقراء او خليني اقول لك هذول المهمشين يا اخي هذول ما عم يخدموا المجتمع، هدول ما هو مثل مثلا اذا جاني استاذ جامعي مثلا مقابل شخص فقير معتر يا دوب يطلع يعني صحيح مصروف، هو عبء على صحيح المجتمع احيانا بيكون. هل من العدل فعلا اني انا اعالج الشخص اللي بفيد المجتمع اكثر من الشخص اللي بيكون عبء على المجتمع، ولا في ولا هذا الكلام؟ هلا في إنه هي كمان، لانه هذا الشخص اللي نحن هلا عم نقول عليه عبء على المجتمع هو ضحيه مجتمع ايضا، يعني ايوه هو ما صار عبء على المجتمع الا لانه ضحيه بكثير من الحالات. هلا في كل قاعده في استثناء، ولكن بكثير من الحالات هو هذا نفس الشخص ما صح له موارد، يعني لو من الاساس صح له تعليم، لو من الاساس صح له وهو صغير بيئه فيها تمويل افضل، فيها محيط افضل، كان ممكن يطلع منه منتوج افضل. فبعد ما نحن حطيناه بهالبيئه الصعبه وطلع منه منتوج اقل، فمن الصعب انك تقول بتجي تحاسبه عليه. بتعاقبه مرة ثانية، بيقولوا أنت ما اشتغلت يا سيدي. هالكلام على فكرة أنا بجوز نحن في ناس ما تقدر تقدره، بس هالحكي حقيقة واقع بأمريكا. أنا عم بحكي عن المجتمع السود بأمريكا عموما مجتمع مظلوم، والقصة ما يعني ما حقعد أعيدها، يعني من وقت العبودية لتحرير العبودية لهلا ولحتى اليوم مظلوم. فعموما هدول الناس بيكونوا بأحياء فقيرة بتعليم سيء صراحة، تعليمهم ما بيكون جيد، فنسبة اللي بيوصلوا منهم لتعليم جامعي جيد ولكذا قليلة صراحة. مظلومين، في ظلم اجتماعي واقع ما فينا ننكره. هلا هن جزء منه، هن يعني قصه طويله، ما بدي الموضوع ما له على الحلقه عنه. فلما انا بوصل لدرجه اني انا بيجيني مريضين، مريض مثلا ما ابيض خلينا نكون صراحه، يعني مريض اسود، والمريض الاسود فقير ومعتر ربما يكون مدمن احيانا صراحه وكذا. لما انا بجي بعالج هذا بقول انه هذا في منه فائده للمجتمع وهذا في ضرر للمجتمع او هو عبء، لا حقيقه انا عم اظلمه مرتين، انا اللي وصلته لهون صراحه. صار في هذا، فالحكومة صعب تعاقب الشخص عن انت عملته اياه، انت ساهمت فيه على الاقل، ما حقول وصلته صح، لهون، ساهمت فيه انت عملياً. يعني حط حالك مكان هذا الشخص اللي هو بهذا الوضع، يعني فوق في مثل بيقول لك فوق الموت على السطح قبر، يعني مو بكفي كل عمره عاش باضطهاد، لا وهلا وقت بده علاج كمان ما عم تعطيه لانه في شخص اخر حيأثر عليه. فمثلا نحن بطب الكليه مثلا احكي لك كلام واقعي، نحن بقانون اللي بسموه الكدني الوكيشن سيستم، قانون توزيع الكلى، لا من المرفوض مرفوض صراحة، يعني لا يمكن انه ابدا اطلع على الوضع الاجتماعي للمريض انه كمعيار اني والله اعطي لهذا ولا لا، هون في تساوي، واي شيء مخالف لهذا فيه مصيبة كبيرة صراحة، تقع على الطبيب او صحيح، على المشفى، ومو يعني بس هيك طلال، تمييز، يعني هلا بسموه ديسكريميشن، تمييز هذا. نعم هلا في حتى في آراء بتقول لك انه انت في حال هذا الشخص هو فعلا بهذه الطريقه هو ديس ادفانتج بهالطريقه، فانت لازم تدعمه صراحه، احيانا تبديه مشان تبني ثقه لهذا المجتمع مشان يحسنوا مشان يجوا يوثقوا بالاطباء ويوثقوا بالمجتمع الطبي اكثر. ففي مثل في راي كثير كبير وقوي بيقول لك انه لا انت لازم تبديهم، حتى لو كانوا هن في حال صارت المساواة فبتاخذ الشخص اللي هو اساسا جدا ما صحت له فرص عادلة. هلا وهذا الشيء راح يخليني اخذ هالمأخذ هذا مشان اروح على فكرة ثانية، واللي هي من احد اوجه العدالة ايضا، انه من العدالة في كثير اوجه، ولكن انه راح اقلب على مبدأ العمر هلا من مبدأ ال سبحان الله عمرك أطول من عمري. أنا بدي أقول لك، هل العمر معيار؟ كان سؤالي القادم لك، هل يصلح العمر وحده أو يعني أحد أوجه العدالة؟ خليني أقول لك مثل ما عم كلمتك، نعم يصلح العمر معيار لتوزيع الثروة؟ نعم أنا يعني هلا لما هون بيعملوا إحصائيات بالغرب دائما الناس بيلاقوها إنه هي كثير جدا متحيزة للناس صغار كثير بالعمر، الأطفال يعني أو الشباب. الأطفال والشباب خاصة الأطفال بيقول لك هدول لازم يعيشوا ما أخذوا فرصتهم بالحياة، فأي مورد بصير بيقول لك لازم نعطيهم إياه. في رأي مضاد لهذا بيقول لك انه يا اخي هذا الولد صغير لسه بده يعاني بحياته بلا ما نخليه يعاني، ولكن خاصة العقلية الأطفال الصغار كثير كثير العمر أيام وأشهر، واللي بسموه الخداج أو الكذا، اللي هنا على الخداج الحضانات. نعم، ولكن الرأي الأكبر انه هون على الأقل المجتمع الغربي انه ساعد الأطفال أكثر. هلا بالنسبة للكبار بتحسن انه كمان بيحبوا يعني انه يساعدوهم وبيمنعوا وحاطين قوانين انه مشان ما حدا يعمل ديسكريميشن او تمييز ضدهم فقط لمجرد العمر، لانه في ناس بتقول لك يا اخي هذا اخذ فرصته بالحياه، هلا هذا صار شخص مستهلك، هذا ما منتج، هذا عبء على المجتمع،
ليش حتى نحطه على المنفسه؟ تخلي هي شخص أخلاق يكون، نفعية، أخلاق نفعية بامتياز هي. نعم، ولكن بنفس الوقت هذا هي الشخص أخلاق له أسرة، واجبة، هذا أب نعم هذا وجد الشخص، مو وعم بس هيك وأم أب وجد. وجد وعم، ومو بس هيك، هذا بسموه he paid his dues، يعني هذا دفع اللي عليه من الأول تمام، وأدى ونشط وعمل، فهلأ بعد ما كبر بدنا نكبه يعني ما فهون الاخلاق بده. الواجبه بتشتغل. هلا في احد الزملاء اختلط علي الموضوع انه نحن ليش ما بنعمل الاخلاق النفعيه. يا اخي انت بالنهايه انت بشر، وبالنهايه في عندك عقل، نعم انت نعم لازم تفعل الاخلاق الواجبه بمحل وتفعل الاخلاق النفعيه بمحل صراحه. صح. ويعني هلا انا دورت صراحة على شوية احصائيات لشوف هل الاخلاقيين الطبيين او الاطباء بيوصفوا حالهم نفعيين اكثر ولا واجبين اكثر، ما لقيت احصائيات ممكن يعتمد عليها، ولكن من حديثي مع الناس يعني وهالشيء حكينا فيه ايضا يعني بنقاش سابق، انه انت لازم تحاول تمزج بين الاثنين قدر الامكان، وإذا بتقول عن حالك أنا نفعي دائما راح تلاقي حالك بأحيان أنت عم تشتغل وضع بالأخلاق الواجبة، أو إذا بتقول أنا أخلاقي دائما واجبة راح تلاقي حالك أحيانا عم تميل الأخلاق النفعية، فكل حالة لازم تتاخذ هلا بشكل لا لا مجزأ. نرجع نحكي بكلام مبسط للي ما بيعرف شو معنى الاخلاق الواجبه والاخلاق النفعيه. اني انا الاخلاق الواجبه بتطلع على الفعل ذاته، والاخلاق النفعيه بتطلع على نتيجه الفعل. فانا دائما لازم اطلع على الفعل واخلاقيته انه هو صح ولا غلط، وبتطلع على النتيجه تبعه هل هي عم تؤدي لشيء جيد او عم يعني او عم تؤدي لشيء غير جيد. وبالتالي انا لازم اوازن دائما يعني احنا خليني ارجع دينيا بالفقه الاسلامي ما في شيء اسمه الغايه تبرر الوسيله. الغايه تبرر الوسيله باخلاق النفعيه. انا الوسيله مهمه، نحن متعبدون بالوسائل ومتعبدون بالغايات، فانا لازم يكون وسيلتي مشروعه وغايتي كمان تكون مشروعه. ما معقول انا اعمل وسيله مشروعه مشان اوصل لنتيجه غلط وتطلع غلط وتم مصر على وسيلتي، ولا انا عم اعمل شيء صح، طيب النتائج تبعك غلط، النتائج تبعك سيئه. لا هلا حتى بالاخلاق النفعيه اللي هي تعتبر عادله عن بعض الجميع، ليش؟ لانه نحن عم نفيد المجتمع، عم نفيد اكبر قدر من المجتمع، ولكن احد السلبيات او المآخذ عليها انه في ناس عم يضيعوا بين الرجلين بهي الطريقه. تماما، يعني هي الاخلاق فعلا الواجبه بتحميهم. يا سيدي نعم انا خليني اختم لك بموضوع الكيدني اليوكيشن سيستم، اعطيك امثله عنه يعني كيف نظام الكلى بامريكا كيف، ويعني فينك تعلق عليه. طبعا هذا النظام موجود من عام 1968، مش بالشكل الحالي، هو بيتعدل كل فتره وفتره. فهو بدايته كان جدا بدائي جدا جدا لما بدات الكلى تزرع، فهي كان مبدا اللي بيوصل ابكر بياخذ بيسبق مثل ما بيقولوا، وبلشوا يطوروه مع السنوات لوصل للشكل الحالي اللي هو ما له الشكل النهائي لحد الان. نحن عندنا اعتراضات عليه، نحن بنبعث للهيئات المسؤوله انه يا اخي هذا عم يصير في ظلم للمرضى، انت عم تعمل ظلم للمراكز، يعني انه بمعنى اخر ما هو منتج بشري. نحن بنحاول ننشد العداله، واذا وصلنا له وصلنا له، ما وصلنا بنغير، ما في شيء، نحن ما هو قانون منزل يعني هذا. طيب عموما الكلى حاليا بامريكا، نحكي عن الكلى اللي هن الدماغيه، فقانون الوصول الاسبق، يعني انه انت لما انا بوصل ابكر للمركز فانا باخذ الكلى اسبق من الشخص اللي بيجي بكره. لاحظوا انه هذا عم يعمل ديس ادفانتج، لانه لما طبيبك بيكون شاطر وابن حلال وانت اصلا منعم ومعك فلوس وبتروح على اطباء جيدين، فبيحولوك للمراكز ابكر، لمراكز الزرع. فقالوا لا، انا بعتبر بدايه، وهذا الحكي بال 2014 هذا التعديل الكبير صار، انه ما عاد موضوع انه انا بتطلع على تاريخ تحويلك لمركز الزرع، انا بتطلع على تاريخ بدايه الغسيل عندك. فهذا عمل نوع من التساوي ورفع الظلم عن الفئات المظلومه نوع من اجتماعيا. العدالة وليس من التساوي. عفوا، انا غلطت، نوع من العداله عند الناس اللي هن الفقراء اللي هن السود حقيقه، انه دول ما كانوا يوصلوا لقوائم الزرع سريعا. فموضوع تمام. الوقت صار ما عاد له علاقه بوقت التحويل، صار له علاقه بوقت الغسيل. وبالتالي نوع ما عم نحاول نحقق العداله لاكبر قدر وهو مثلا. نوع من التساوي انه الكل يطبق عليه نفس الشيء. تماما. فهلا هذا جزء. شغله ثانيه، نحن الاطفال بياخذوا نقاط اعلى بقوائم الزرع، فحصول الطفل على كلية أسهل من حصول البالغ. وهذا الشيء اللي حكيته أنت من شوي، أنه عموما في تفضيل لأنه الطفل ياخذ، يعني نحو تعريف الطفل أقل من 12 سنة مثلا. مثلا الحاجة النيد، لما الشخص بيكون صعب يتلقى كلية نحن بنسميها الأضداد عنده عالية، فهذا بياخذ نقاط أعلى مثلا. مثلا من الشغلات اللي ببالي مثلا بهذا، انا احاول الخص، ترى هو معقد جدا صراحه، البعد الجغرافي بين المكان الزرع وبين مكان الكليه، يعني واحد قاعد هون مثلا بهي الولايه وفي وهو بحاجه الكليه
والكلية موجودة بنفس المدينة، فهذا يعني يفضل، أو خلينا نقول مقدم على شخص قاعد بسان فرانسيسكو بعد مثلا 10 ساعات، لأنه أنت نوعية الكلية تبعك حتكون أفضل كل ما زرعت أبكر. مثلا من الشغلات اللي ببالي صراحة، اي هلا مثلا موضوع البعد الجغرافي طوروه كثير. هلا بسنه 2023 او 2022 غيروا قانونا، عملوا شغله غريبه صراحه بسموها الكاس، اللي بغض النظر عن تفاصيل بمعنى اخر حاولوا يحسنوا السيستم صراحه، لو انه في شويه ظلم فحاولوا ام بعملتهم هاي السوداء زاد الظلم حقيقه. وبتصير هلا شو هلا هو طالما برجع لنقطة حكيتها من قبل انه النية كثير ضرورية هون، طالما هن نيتهم يصلحوا وعم يعملوا هذا الشيء، وهذا الشيء درس نحن لازم نتعلمه، انه انت اشتغل على النظام طبقه ودائما اعمل له ايفالويشن، اعمل له فالشاهد انه احنا دعاية. عم نبعث لهم انه يا اخي هذا اللي عملتوه ظلمتوا في ناس، فنحن بدنا نرجع يصلحوها لك، بيرجع بتصلح بعدين. الشاهد انه هي بروسس. مثلا موضوع يا سيدي الظلم الاجتماعي للسود، لاحظوا شغله انه مو بس انه بعد ما رفعوا انه صار قانون البدايه هو من وقت الغسيل مو من وقت التحويل. كان سابقا بربما اطباء الكليه زملائنا بيعرفوا هذا الشيء، قانون حساب وظيفه الكليه عند مرض عند السود حقيقه بيدخلوا فيه الجنس الريس. بمعنى اخر انه لو نفس الارقام عند شخص العرب قصدك؟ يس. العرق تمام الريس، انه شخص ابيض مقابل شخص اسود، الجي اف ار او نسبه عمل الكليه عند الاسود بتطلع اعلى، لانه القانون بيدخل الريس العرق فيها، فهذا عمل ديس ادفانتج لهدول السود. فهلا شالوه من القانون انه لا، وحتى عم يحاولوا ريفيجن للقديمين انه مشان يزودوا، يعني مره ثانيه عم يحاولوا يرفعوا الظلم عن الفئات المهمشه اجتماعيا، عن الفئات المظلومه، وهذا الشيء هذا هو العداله. انا مره ثانيه انا هذا اللي بفهمه هيك العداله، تحاول انه تصلح من الاخطاء اللي ارتكبتها سابقا. نعم، ولا حتى بالأشياء العملية، يعني هلا إنك تشوف العدالة أحيانا ممكن هذا يكون شيء صعب، من الأسهل إلك إنك تشوف اللا عدالة. تماما على سبيل المثال هلا في مقالة أنا بسموها 5 phases of oppression، أو هي الخمس أوجه للقمع، أو هو عكس العدالة، في له 5 أشكال، يعني ممكن أنا بحط اللينك ببعث لك إياه مشان نبعته للمشاهد. احد اوجهها التهميش، مثل ما قلت تهميش المريض، يعني انه يكون مثلا جاي من بيئه او من مجموعه مهمشه، انك ما تسمع له هي كمان، او ريبريشن، يعني انك انت تقمعه بانه ما يعطي رايه، هذا كمان انه فيك تقول انه هذا نوع من انواع عدم العداله. في إلى عده اسباب يعني، فانت من السهل كطبيب يعني انه تشوف اللا عداله من انك تطبق العداله. جميل. فلما بتشوفها لازم تسال، لازم تحاول تشوف انه شو لازم اعمل حتى اشيل ارفع ظلم عنه. من الاسهل انك تشوف اللا عداله، من الاسهل انك انت تطبق اللا عداله كمان على فكره. يعني نعم مهما نعم عملت انت راح يطلع لك حدا يقول لك انه انت اللي عملته ما له عادل صراحه، فانت المهم انه تحاول تسعى تنشد العداله قدر الامكان، تنشد انك تعطي فرصه مناسبه للجميع، والعداله لا تعني المساواه مره ثانيه. نعم والأهم إنك ما تميز ضد بعض الأشخاص، يعني مثلا تمام. في عندك فئات معينة، مثلا الناس اللي معهم إعاقات، الناس اللي جايين مثلا من بيئات غير متعلمة، ناس يعني هلا في ناس كثير بتعتبرها هي إنه عدم وجود تعليم هو نوع من الإعاقات الفكرية مشابهة نوعا ما للإعاقات الجسدية، لأنه هي بتحدي الشخص من الإنتاج، بتحدي الشخص من عيش حياته بشكل طبيعي. فبدك تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، إنه ما تكون ظالم لأي مجموعة من هالمجموعات. على فكرة أنا بقول لك من تجربتي الخاصة، أنا عندي مرضى بيجون على العيادة هلا عم شوفهم ما متعلمين صراحة، أو تعليمهم جدا محدود لدرجة إنه ما بيعرفوا الأدوية تبعهم. ففي حال في شخص لازم يجي يعمل لهم مثل علبة اللي بيسموها بيل بوكس، اللي هي صندوق الأدوية، بيحب يوزع له الأدوية على مدى الأسبوع، فإذا ما أجى هذا الشخص هو ما حيقدر ياخذ أدويته بشكل صحيح. فأنا فيني أعتبره زي البلاين، زي الأعمى صراحة، يعني مثل ما عنده إعاقة هو إعاقة حقيقة. فأنا ما بجي بقول والله أنا لا ما حساعدهم لهدول، بالعكس أنا أحاول ألاقي لهم فرصة يلتقى شخص طرف ثالث يكون موجود معاهم. بالنهاية هذا هو دور، يعني أنا بحاول قدر الإمكان أسعى أن يكون جزء من العدالة، ما أكون جزء من الظلم، ما أني صح بنفسي أقول أني والله، وما أبرر طبعا أني هذا الظلم مبرر، ما في ظلم مبرر أبدا أبدا. في مصطلح ما بعرف اذا ممكن يترجم بشكل صحيح بالانجليزي تصديقا لكلامك، اسمه epistemic disadvantage، بما معناه انه في ناس صار معها disadvantage، يعني نتيجة انه هن غير قادرين على فهم الحوار، لانه هن ما عندهم خلفية تعليمية او خلفية ثقافية منيحة.
فهدول الناس حتى لازم انت تحاول قدر الامكان تكون عادل بالنسبه لهم، وفي كثير مرضى بيجوا هيك، يعني صحيح بدك تكون صحيح صحيح صحيح. هلا انت هلا نحن مثلا بالموضوع. بقول لك احيانا انت لما بدك تعرضهم لهدول المرضى لاجراءات عاليه بسموها السوفيستيكيتد، يعني انه مثلا زرع كلي بحاجه ادويه وكذا، لازم انه تضمن انه يلتقى شخص يكون مناسب مساعد للمريض، بحيث انه ما يصير اخطاء بالادويه، ما يصير، لانه انت الموضوع مو اني والله عم تحرمه من الفرصه، انه بدك تضمن انه بعد ما تعطيه العلاج، مثلا انا بحكي عن زرع الكلي بالذات، انه يكون في مين قادر يرعاه، قادر انه ياخذ تيك كير اوف كدني، يعني يرعى الكدني تبعه بمعنى اخر، وهذا جزء طبعا مهم جدا، وهذا ما لي يكون لما انا بقول انه ضروري وجود هذا الشخص، فانا ما عم اظلم المريض، بالعكس انا عم فيده، عم اخدمه. لا، انت عم تكون عادل له، عم تكون عادل للمرضى الاخرين، تماما لانه اذا عدم وجود هذا الشخص معناته انت صرفت هذا المورد واهدرته على شخص كان ممكن شخص صحيح اخر يستفيد منه، فانت مو صحيح بس عالجت هذا، لا، واخذته من على الليست، فالاخرين ممكن يستفيدوا. صحيح صحيح. يا سيدي، إن شاء الله بكون غطينا موضوع العدالة بشكل جيد، ما بعرف إذا عندك أفكار ثانية ببالك صراحة عن الموضوع. صراحة موضوع عدالة ممكن نحكي فيه لساعات طويلة، بس برأيي نحن غطينا الأشياء الأساسية. جميل وأكيد جميل يعني هلا بالحالات، بالتطبيقات العملية، بالحالات اللي رح نطرحها، رح نمر على هذا المبدأ بشكل كتير كبير. جميل جدا. فنحن هيك بيكون خلصنا المبادئ الأربعة، بعد في عندنا أفكار، ما هي مبادئ؟ هي متعلقة بممارسة الأخلاق الطبية، لأنه في شغلات مثلا الفيوتايل كير أظن حنحكي عنها إن شاء الله بالحلقات القادمة، وبعدها بنصير بنطبق عمليا على حالات معينة ونشوف كيف ممكن نحل المعضلات الأخلاقية، وإن شاء الله يا رب نستمر معاكم. إن شاء الله. مشكور أخينا باسم، جزاك الله خيرا، وإن شاء الله يا رب نكون نكمل معك. السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام يا هلا.